السلام عليكم. مصدر عسكري سوري: هجوم إسرائيلي يستهدف مواقع جنوب العاصمة دمشق. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. شنت القوات الإسرائيلية صباح يوم الجمعة عدوانا جويا استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق. وقال مصدر عسكري سوري لسبوتنيك: في تمام الساعة 24 في فجر يوم تم تنفيذ عدوان إسرائيلي جوي برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق. وأضاف المصدر: تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، لافتا إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع إصابات ووقوع بعض الخسائر المادية. وفي وقت سابق فجر اليوم قال مراسل سبوتنيك إن سكان العاصمة السورية دمشق سمعوا صوت انفجارات قوية باتجاه الريف الجنوبي الغربي للمدينة. ورجح مراسل سبوتنيك أن الصوت نجم عن تصدي قوات الدفاع الجوي السوري جنوبي العاصمة السورية لهجوم معادي قد يكون من طائرة أو بالون استطلاع في سماء المثلث السوري اللبناني من الجولان المحتل أقصى ريف دمشق الجنوب الغربي. وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.